ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عرفت منطقة تيزكات جماعة بوتفردة إقليم بني ملال عاصفة رعدية قوية تسببت في فيضان وادة تيزكات ما أدى إلى تضرر المسلك الطرق الواحد الرابط بين تنغير وبني ملال عبر تيزكات وعزل دواوير أيت الربع وأيت وغاط وتاغزوت. وحسب بعض السكان فالسيول الجارفة تسببت لهم في خسارات فادحة في المحصول الزراعي خصوصا البطاطس المعروفة بزراعته منطقة تزكات، كما عبروا عن تخوفهم من فيضان الواد الذي بات يهدد منازلهم المجاورة. ونشد المتضررون السلطات ببني ملال بإرسال آليات من أجل إزالة الحجارة والأوحال التي جاءت بها السيول القوية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.